لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. هلا والله بخالي. هلا هلا ما شاء الله ما شاء الله. يلا حي زارتنا البركه. الله يبارك فيك. وانا اقول ما شاء الله البيت منور، اترك عندنا. الله يسلمك، شو اخبارك؟ الحمد لله والله بخير. الا وينك انت؟ اجي ولا اشوفك؟ موجود يا خال، متى جيت؟ وين موجود؟ الاسبوع اللي طاف جيت هنا وتعشيت انا وامك واخوانك ولا شفتك. يمكن كنت في الاستراحه مع العيال. احنا في الاستراحه ذي؟ انت ما تملوا من الاستراحه؟ وش نسوي يا خال؟ الاستراحه ضفتنا من الشوارع والمشاكل. شو تسوون؟ طيب اكشتوا سافروا. الكشتة وكشتنا، ما في مكان إلا ورحنا له. الدرعية، المزحمية، الخرارة، الثمامة، روضة خريم، روضة سعد، وش تبي بس؟ الزبدة يا خال، حنا ودنا نسافر لكن الوضع طفرة، يعني إذا تقدر تدعمنا. أها، إلا عندي لك فكرة أحسن من السفر. ليه ما تروحون مزرعتي وتنبسطون وتشوون وتسبحون؟ الله يدني، المزرعة ذي أذكرها من ثالث ابتدائي، ما زالت موجودة؟ أي موجودة، وهذا المفتاح حقه، وبالمرة في هناك شنطة أبغاك تجيبها معك. أبشر يا خالي، شكرا، الله لا يحرمنا منك. آمين آمين. أبو جوكم البيض يا شيخ. وش تبين أسوي؟ وش تسوي؟ جدولتكم يا عيال. ايه اذا الجدولة فيها قطة طفران فري، وفي مزرعة خالي يجي. طيب وش ناخذ معانا؟ ما يحتاج ناخذ اي شيء، المزرعة فيها كل حاجة، واذا احتاجنا شيء نروح نجيبه من البقالة ونجي. وين الموقع يا عيال؟ ما ادري، اللوكيشن كل شوي يعطيني اتجاه، لكن على ما اتذكر الشارع الجاي يمين يا كفتة. فهمت. يلا. هلا والله بالمزرعة البطلة يا عيال، هذه مزرعة خالي. ها وش رايكم فيها؟ والله المزرعة كيف كبيرة. ايه قل ما شاء الله، لا تنحت مزرعة خالي. ما شاء الله. عاد غريبة عامر، ما قد وديتنا ذا المزرعة. تعرف هذه استراحة عوائل وفيها خصوصية، يطلع هو هلا وكذا، فأنا أنحرج، بس هو طلبني وقال رح أنت وأخوياك. وقف وقف يا كفتة، تعال تعال تعال، شوف شغلك. قدام يسار يا كفتة. هلا والله بالعيال، اتحداك تطلع البطلة، ما نبي نفسيات، اوكي؟ استمتعوا فلوها. طيب نبغى نشوف بلاط النصر. سلامات، كورة 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 بلاي ستيشن، جو مكرر ما نبي. امشوا امشوا يا عيال، شوفوا هذه غرفتكم، كلكم بتنامون هنا. انا ما ابغى انام لا مع ياسر ولا شكوش. سلامات. وليه؟ يعني تقنعني انت وجهك ما تنام في بيتكم الا لحالك؟ لا انا معي اخواني موسى وابراهيم ويحيى بس. اسمع يا كفته، هياط وفلسفه ما ابي، تنام معهم بالغرفه هنا ولا بتدز بالحوش بالبرد؟ صفك منه، انت وين حتنام؟ اكيد بغرفه خالي، بس اسمع، غرفه خالي فيها اغراضه وخصوصيه، ما ينفع احد يجي معي، اوكي؟ لا والله تبي انام في السر ذي؟ اسمع، يا تدبر لي سرير الحالي ولا بمشي لبيتنا. لا 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 لا، ما يحتاج تمشي، خلاص لك غرفة ولحالك ومحترمة. يلا قدامي غرفة الشغالة. امش لا تناظرني. هلا والله بالغرفة البطلة، يا سلام انواع الفلة وحمام بعد، يا سلام سرير نفرين، اتحداك يا عموري. حيل انواع الفلة، الأمة هنا بالحالي يجي أحلى نوم الحين، والعيال خلهم هناك. يصح الشنطة. هلا بالمغبر. اهدى من كده.
بابا سنفور طير. مالك كف يدك كف يدك اقول لك يا فقي وخر عني اديك بوكس اكسر سنونك. ياسر وش السالفة؟ اي سالفة؟ شكوش وش عنده فاصل على كفته؟ وش فصلوا يا ابن الحلال؟ ما حد فصل ولا شيء. تستهبل انت؟ ما تسمعهم يتهاوشون من اليوم؟ يا ابن الحلال لا تهاوشوا ولا شيء، يتوهم لك. لا انت شكلك راقد، اقول ريح ريح بس، انا بروح اشوف سالفتهم، اوكي؟ اوكي. ارقد. سكر الباب. العوب يا راشد. انا اتحداك تصد هذه. جيبه جيبه. ايه سلامات. وراك فاصل على كفته. فصلت على كفته؟ ايه لا يكون يتبلاني ما سويت له شيء. تستهبل انت وجهك؟ توني سامعك تتهاوش انت وياه. اهدى من كذا وتعال العب كوره انا وانت وراشد. راشد؟ من راشد ذا؟ ولد حارس المزرعه يا راشد. ايه خالي يقول المزرعة فاضية ما في أحد. يا أبوي قبل دقيقة قاعدين نلعب هنا والكرة تسطحت راح يجيبها. من جدك أنت؟ أيوة. من وين راحت الكرة؟ من هنا. همش همش همش. راشد يا راشد. ها مو بهذه الكرة؟ ها وين راشد الحين؟ يا ابوي ايش الهرجة؟ ايش الدم ذا؟ الموضوع شكله كبير لك ولد الخطب. اهدى اهدى وش فيك انت؟ شكلك ما نمت زين. الكورة ذي قديمة واضح من الدم. يا ابوي لازم بلغ الشرطة وخالك يعرف الموضوع. اقول شكش لا تخرب علينا الطلعة، اوكي؟ خل الكورة هنا وامشي يلا. بروح ادق على الشرطة. راح دق على الشرطة. لا يكون يسويها ذا بس. هذه سيارته يطقطق علينا؟ ما عليك منه اسحب عليه بس همش. بدق على من انت؟ بدق على الشرطة يا حبيبي. دق على كفته شوف وينه. يا ابوي موضوع الولد اللي انخطف. سلامات انت الى الان موسوس الى بكره كمان. يا ابوي دخلنا في مصيبه. يا حبيبي اركض احنا طالعين نستانس ما احنا طالعين ننفس على بعض. هذا مقلب وهذا موسوس. اهدى يا اخي اهدى ما لها داعي الحركات دي. هذا اللي يطلع مع ممزره. ياسر 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 ترى نخش في مصيبه كبيره. الشنطة! الشنطة! يهو! تعبان يا عيال تعبان! الشنطة! كنت ألعب مع ولد حارس المزرعة اسمه راشد، كل لعب فجأة الكرة تسطحت! الشنطة يا عيال! راح يجيبها الولد اختفى، ولقينا الكرة مفقوعة وعليها دم! أنت معايا ولا إيه؟ تعبان يا عيال! إيه! سلامات! من اللي ماخذ الشنطة اللي بالغرفة؟ شنطة؟ أنت جايب لي شنطة؟ تستهبل أنت؟ الشنطة هذه خالي قال تجيبها من المزرعة وتجي. يا عيال بلا مقالب. يا عيال تعبان. أنت إيش فيك أنت؟ يا أبوي خليه مو وقته. زارف يا ورع. مسوي تعبان علشان تزرف الشنطة؟ هذه ما بحركات رجال. أفا بس يا ياسر أفا. يا عيال تعبان تكفون. وربي ما لك داعي خوينا تعبان تسوي معاه كذا. لا يا شيخ تعبان وهو زارف الشنطة. مين قالك انه زرفها؟ ما شفته حاطه تحت راسه. صحة خوينا اهم. وكيف الحين؟ كويس. اقول له نروح مستشفى ما يبغى. خله بكيفه. الله
الله يعطيك العافية يا خالة، ما قصرتي، تعبناك معنا. تعبك راحة يا ولادي. بس عندي سؤال، عامر ليش يقول ما في إلا إحنا في المزرعة؟ عامر الله يهديه، أبيك توصل له بس رسالة واحدة. وش يا خالة؟ قل له يترك الشنطة اللي معه، ولا ترى أبو راشد ما راح يخليكم تطلعون بخير. ها هذا مو بصوت كفتة؟ إلا والله صوت كفتة. ها ما قال مشيت؟ الله كفتة كفتة والله كفتة. كفتة يا كفتة. تبغى تنقذ خويك اعمل بالأسباب واكسر الباب. بسرعة. من اللي سوى بك كذا يا كفتة؟ أبو راشد وزوجته خطفوني وجابوني هنا وربطوني. إيش سويت لهم؟ ما سويت لهم شيء. طب ليش خطفوك؟ شوف الرسالة يا عامر. تتوقع مين اللي كتب هذه الرسالة؟ أكيد شخص له علاقة بالشنطة. يا أمي يا أمي يا أبوي أترك الشنطة دي أنت حنتنا. والله ما اتركها، خالي قال لا تجي الا معك الشنطه. ارجوك يا عامر اترك الشنطه، خلينا نروح البيت. لا يا شيخ، الحين ارجوك، صرت تعرف تتكلم، وانت بالاستراحه ما تعرف تقول كلمتين، والله ما اروح لين ما اخذها. يا عيال البومه تعرض. ايوه. تجمعي عادي؟ لا. يا عيال عامر شكش كفتة وين ذولي راحوا؟ يا عيال يا عامر يا شكش يا كفتة في عشاء ولا ايش السالفة؟ جوعان. هذه شنطة خالي تكفين، أبغى أخذها واستر مواجهتي. ها اتفقنا يا عيال؟ عيونها تخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا كلمة ولا كلمة. باخذ الشنطة وامشي. اوكي بوما يا بوما تكفين، خالي قال لي لازم ترجع الشنطة. شنطة خالي دي ما تفهمين انتي؟ شنطة خالي. امشي ياسر امشي 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 بسرعة. عامر تكفى اترك الشنطة هذه. ما بون انت، خالي يقول لا تجي معك الشنطة. يا عبيد فكر لنا الشنطة دي، هي سبب المشاكل. يا عيال خالي ما يعطيني المزرعة بعد كذا، هو وصاني قال رجع الشنطة معك. يا امي ابغى اروح بيت انا. يا عيال وش فيكم قلبتوا مبزرة؟ خلكم رجال خلاص دزيناها. اسمع يا كفتة شغل السيارة وانتم افتحوا الباب وانا معكم. يلا امي يلا. عيال هذه مش بومه بومه. ما عليك خويتي
استلم واجهتي اوكي؟ احنا بننحاش، لا تقولي لي ابو راشد. شفت كويسه؟ يلا دزها يا كفته امشي. نكبني يمه، اعطاني مفتاح مزرعته قبل امس، يوم رحت انا والعيال بغى يجيب فينا العيد. بسم الله عليك، ما انت بصاحي؟ خالك صار له اسبوعين خارج المملكه، ومن شوي متصل علي يقول انه بيرجع بعد يومين. الله يرجعه بالسلامه والله يشفيك. اجل من اللي اعطاني المفتاح؟